لعبه الصباح بنعشه كذا، احنا مسمينها باطل تحت المحيط. طبعا صوب احنا اربع شباب سعوديين، نعجب الحارثي، محمد الاحمد، عبد الله الصقعبي، سلطان البجال. بدينا طبعا الفكره من ايام سوق المزارعين الاول، فكرنا فيها ان ندخل مع الناس، ننافس الناس، ندخل في التجاره، نفتح شيء خاص فينا. فتعاوننا مع مصنع محلي بحيث ان نعطيه فكره الروائح، منها محليه ومنها عالميه، مثل ريحه الشانيل، منها مثل طابع سعودي، ريحه العود، ريحه الكركم. كان السبت اللي قبل الماضي اول تجربه لنا، دخلنا السوق كتجربه، لاحظنا رده فعل الناس، بالعكس اللي يقول عطني ثلاث، بالعكس اللي يقول روائحكم حلوه برجع لكم، اللي اخذ البزنس كارد. ففكرنا في الموضوع ان ننزل السبت الثاني، ان نتحفز المتجر الانستغرام، توسعنا فيه، نزلنا المنتجات كلها باذن الله من بوث الى اكثر من كذا. طبعا نشكر الجهات الحكوميه مثل المنشآت على الدعم الشباب السعودي، عقبال ان شاء الله مدينا الفرصه وندخل معاهم كدعم.